ما بنقدر نمسك كاس لمبيد هيك ولا بنقدر نمسكه هيك. بنقدر نمسكه هيك. بصحتكم أصدقائي، بتمنى لكم دائما شراب لذيذ ومزاج عالي. مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم زفالوسا. بدي أحكي بهذا الفيديو بعض المعلومات عن لمبيد، لأن إذا بدي أحكي كل المعلومات الحلقة لازم تكون ساعتين. رح أحكي بعض المعلومات عن كيف تشربه، شو بتقدر تأكل معه، إذا بدك تضيف له شيء شو ممكن تضيف له بطريقة بسيطة. تذكروا دائما don't drink on the drive، لا تسوق وأنت تحت تأثير الكحول، ولا تشتغل بآلات وأنت تحت تأثير الكحول. نبلش بالفيديو. أوكي أصدقائي، لمبيد هو سيد المشروبات، ملك المشروبات. وأنا بالنسبة إلي لمبيد أحسن مشروب ممكن أشربه أيمتى ما كان. لمبيد من أقدم المشروبات اللي انعملت بالتاريخ. أشهر بلدان بيعملوا لمبيد، أشهر بلد هي فرنسا. بالوطن العربي أشهر بلد وأحسن بلد بيعمل لمبيد هو لبنان. ليش؟ لأن كانوا الرومان من أكثر من 1500 سنة بلبنان، وهن ابتدوا بصناعة لمبيد، وليومنا هاد لسه بلبنان بيعملوا لمبيد، وهو من أشهر الأنواع بالوطن العربي. لمبيد ببلش معك من 10 دولار لآلاف الدولارات. لمبيد بيفرق بنوع العنب، بالأرض اللي زرعت فيه، بالمي اللي زرع فيه، بالمناخ أو الجو أو الرياح اللي طلع فيها. أي تفصيل بسيط بيفرق بالمبيد. طريقة التخمير، طريقة التعتيق، نوع الخشب، نوع الإزاز، يعني تخيل أقل تفصيل بالمبيد بيفرق بالطعم. كمان في نقطة، انه لنفرض انه مثلا شركة من اشهر شركات عمل لمبيد بالعالم، ممكن مع هاي الشركة نفسها يتغير طعم لمبيد من سنة لسنة، مع انه نفس الارض، نفس الزراعة، نفس المي، نفس أي كل شيء، بس بتختلف. وحتى الناس بتصير تطلب انه بدي لمبيد شركة كذا سنة 2000. هاي السنة كانت معروفة انه انتاجها كان اطيب من السنة اللي قبلها او اللي بعدها، مع انه كل شيء هو ممكن درجة حرارة اختلفت، ممكن الرياح كانت اقوى ولا اخف، كل هذا بيلعب دور بالمبيد. مشان هيك المبيد كثير دقيق بصنعه وبشربه وبمزاجه. بعشقه للمبيد انا، يعني ما بقدر قارنه مع مشروب تاني. لنحكي كيف ممكن تشرب لمبيد. طبعا كل مشروب له اتيكيت خاص للشرب، اساسيات المفروض تعملها اذا بدك تشرب بشكل رسمي. انت ببيتك بتقدر تشرب وتتشقلب فيه كيف ما بدك، بس الشخص يعني الافضل يكون عنده المعلومات الكافيه، مشان اذا كان بشي مكان رسمي او شيء مكان يعني يظهر فيه الرسمية، يكون يعرف الأساسيات كيف بينشرب أي مشروب. هلأ رح أحكي عن لمبيد. لمبيد هي الكاسة تبعه، ممكن تكون أكبر بشوي أصغر بشوي، بتختلف من نوع لنوع. لمبيد ثلاث أنواع، الريد الأحمر والروزي اللي هو يعني مثل الزهري، والأبيض. لما بدنا نجي نفتح قنينة لمبيد إلها، هي مفتاح خاص بيكون إلها فلينة، بس إنه هذا لمبيد أنا عامله بالبيت فبكون حاطط له غطاء عادي. بعد ما نفتحها لقنينة لمبيد، هي بتنحمل المفروض هيك، يعني بنصب لمبيد. نص الكاسة إذا كانت بهالحجم، تمام. كاسة لمبيد إلى طريقة معينة لنمسكها، بتقدر تمسكها بهي الطريقة، وبتقدر تمسكها
بهي الطريقة وبتقدر تمسكها بهي الطريقة، بس لازم تكون فارد أصابعك معاملون هيك. ليش ما بنمسكها هيك أو هيك؟ شو السبب؟ إذا مسكتها هيك أو لفيتها هيك رح تنتقل حرارة إيدك على المبيت. المبيت بيتقدم بارد، ما بينضف له تلج ولا بينضف له أي شيء، مشان هيك إذا مسكتها بهي الطريقة رح تسخن الكاسة وينتقل الحرارة للمبيت. فالأفضل يعني تمسكها بهي الطريقة. المبيت لما بدك تشربه تشمه بتحركه وتشوفه وبتدوقه. هلأ بدنا نسمعه. لما بدنا نسمعه شو بنعمل؟ نعمل تشيرز. تشيرز أو بصحتك. شو أساسه؟ في تحليلين. التحليل الأول بيقول إنه مشان نسمع صوت المبيد أو المشروب، يعني المشروب لأن إحنا منشوفه منشمه مندوقه منلمسه بيبقى إنه نسمعه. كيف نسمعه؟ بتشيرز أو صحتك. التفسير الثاني إنه من زمان كثير لما كانوا بدهم يعملوا صلح بعد حرب أو بدهم يعملوا تحالف أو بدهم يعملوا أي شيء يعني له علاقة بال 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 بالاتفاقيات، يعني كانوا يشربوا بيرة أو مبيت. فكانت الكاسات اللي بيشربوا فيها معدن فضة أو معدن. فلما بدهم يعبروا عن إنه الحلف صار أو التحالف، يعني مثل ما نحن بنقول خبز وملح، هن كانوا يعملوا تشيرز، يخطوا الكاستين مع بعض بقوة فينط المبيت من هاي الكاسة للكاسة الثانية والعكس. فلما يخطوها بينخلط المبيت مع بعضه فبيصير بيناتهم مثل ما نحن بنقول خبز وملح. هذا التفسير الثاني. كمان في نقطتين انه ليش ما نمسك الكاس هيك او هيك. اذا مسكناه بهي الطريقة رح يطلع علام اصابعنا حوالين الكاس ورح يكون المنظر مو حلو. لما نمسكه هيك ما رح يكون في علام اصابع ابدا. وكمان لما بدنا نجي نشرب نحاول نشرب من نفس المكان كل مرة، مو كل مرة من مكان، كمان نفس الشيء مشان ما يطلع علام شفايفنا عليه من كل الأماكن. فهيك هي الأسباب. شو بيتاكل ماذا مع المبيت؟ هلا أنت بتقدر تاكل أي شيء، مكسرات أي شيء، بس هو الأساس المفروض نعرفه الأساس للمبيت هو الجبنة. الجبنة الآسية أي نوع من هاي الجبنة هي المفضل أكلها مع المبيت. ناخد شفة مبيت. رائعة. وناخد قطعة جبنة. أساس المبيد يتقدم بارد بدون أي كسر وبدون أي تلج، ما بده أي شيء. بس للناس اللي بتحب تضيف له شيء لأن ما رح تحب طعمه، فرح أفرجيكم طريقتين ممكن تعملوه فيها. الطريقة الأولى نجيب قطعة فراولة نحطها أو كرز، بتقدر تستعمل كرز، ونحط فوقها عصرة برتقال خفيفة ونصب فوقها المبيت. هيك طعمته رح تكون كتير طيبة. وبعد ما نخلص ناكل قطعة الفاكهة اللي بقيت جوا. الطريقة الثانية نحط كم نوع فواكه بالفريزر لحتى يصيروا مثل الثلج يتجمدوا، نحطهم ونصب فوقهم المبيت. وهيك صار معنا مبيت بطعمة أطيب. صحتكم أصدقائي، بتمنى لكم دائما شراب لذيذ ومزاج عالي.
أي سؤال بدكم إياه أسألوني إياه بالتعليقات وأنا رح أحاول جاوب عليه بأسرع وقت.